صباح الخير يا أطفالي الحلوين. النهاردة هنتكلم عن حرف الخاء. في كلمات كتير على حرف الخاء، زي ايه؟ خ، خ، خروف، خ، خص، خ، خيط، خ، خيمة، خ، خيار، خ، خبز، خ، نخل، خ، نخل، وخ، مطبخ. دي كلمات فيها حرف الخاء. والخاء ليها حركات فتحة وكسرة وضمة. تعالوا نشوف الكلمات التي تبدأ بحرف الخاء فتحة. خ فتحة، خ خروف، خ فتحة، خ خص، خ فتحة، خ خيمة، خ فتحة، خ خيط، خ فتحة، خ خروف، خ فتحة، خ خص، خ فتحة، خ خيمة، خ فتحة، خ خيط. الخاء كسرة، زي ايه؟ خ كسرة، خ خيار، خ كسرة، خ خيار، الخ ضمة، خو خبز، خ ضمة، خو خبز. تعالوا نشوف حرف الخاء في أول كلمة بتتكتب إزاي، زي خ خروف، خ خروف. شفتوا الخاء بتتكتب ازاي في اول الكلمه؟ الخاء في وسط الكلمه، زي نخل، نخل. شفتوا الخاء في وسط الكلمه بتتكتب ازاي؟ الخاء في آخر الكلمة زي مطبخ، مطبخ. شفتوا الخاء في آخر الكلمة بتتكتب إزاي؟ يبقى خاء في أول الكلمة خروف، خاء في وسط الكلمة نخل، خاء في آخر الكلمة مطبخ. تعالوا نفتح الكتاب التواصل بتاعنا صفحة 74. طبعا زي ما احنا مولفين هنلون التفاح اللي موجود في الشجرة اللي جواه، التفاح اللي جواها حرف الخاء. النشاط رقم 2، صل الفاكهة والخضروات التي تبدأ بحرف الخاء بمتجر الحرف. عندنا هنا خس، تفاح، خوخ، فراولة، خيار. فين بقى الصور اللي هي بتبدأ بحرف الخاء نوصلها بالمتجر بتاعنا؟ طبعا دي خس فيها الخاء، يبقى نوصلها بالمتجر بتاعنا. تفاح فيها حرف الخاء مفيهاش، يبقى هنسيبها. خوخ فيها حرف الخاء، ايوه بتبتدي بالحرف الخاء، يبقى اوصلها. فراوله فيها حرف الخاء ما فيهاش، يبقى حاسبها. خيار فيها حرف الخاء، ايوه بتبتدي بحرف الخاء، يبقى اوصلها بالمتجر. نيجي النشاط اللي بعده، انطق ولون الصوره المناسبه. دلوقتي احنا هنوصلها. عندنا
الطفل ده عامل ايه؟ خ كسره، خ كسره. نعمل خيار ولا خروف؟ طبعا خيار، بتبتدي بالخ كسره، يبقى هوصله وممكن نلونه، احنا هنلونه. اللي بعديها خ ضمه، عندنا خبز وخزانه، يبقى هنلون ايه؟ خبز، اللي هي خ ضمه خبز. اللي بعديها خ فتحه، عندنا بطيخ وخس، يبقى اني واحده خ فتحه خس، يبقى هلون الخس. الخ سكون، عندنا خيمه وعندنا نخل، يبقى فين كلمه نخل اللي في النص؟ هي دي اللي هنلونها على خ سكون. نشوف اللي بعده. استمع وارسم دائره في موضع حرف الخ. عندنا ده شكل ايه؟ خبز، يبقى الخ فين؟ في الاول، يبقى هحط دايره على المربع الاولاني. الصوره اللي بعديها نخل، يبقى الخ في النص، هحط دايره على المربع اللي في النص. مطبخ، الخ في الاخر، يبقى هحط دايره في المربع الاخير. اللي بعده هنا صل الحروف لتكون كلمه. هنا دي صوره خص، جايبين لي الخ فتحه، ناقصها ايه؟ خاص، نقص السين، يبقى هوصل الخ بالسين وقدامها هكتب كلمه خص. خ فتحه خص. الالف فتحه، هنا دي شكل اخ، هوصل اخ، يبقى عندي الالف فتحه هوصلها بالخ وهكتب جنبيها كلمة أخ. ألف فتحة خ أخ. شكرا يا حبيبي، باي باي.